ولأن هذه البئر تكاد تكون هي المصدر الوحيد الذي يغذي أوردة القرية وأبنائها بالماء، تسبب ذلك بعزوف الكثير من فتيات القرية عن التعليم من أجل جلب المياه، وقد سقطت إحداهن فيها لتفارق الحياة وسط مائها الذي كان يفترض أن تعود به إلى المنزل. تقع مهمة جلب المياه في هذه القرية على عاتق النساء، حيث تحاول كل امرأة هنا الاستيقاظ قبل الأخرى حتى تكون أول الواصلات إلى البئر، وتتجنب الوقوف الطويل في طابور الانتظار الذي يمتد شيئا فشيئا كلما مدت الشمس أشعتها على القرية. نقوم الساعة 4 ندي ماء، ندي 20 دبة، نقر ساعة ونص وساعة ونص نروح به. بلادنا بلاد ريف ونحن فقراء ونحن كل شيء نحتاج، نحن ماء نحتاج قرب لنا ما جونا كل شيء معانا بالماء.